ميلا شو عم تسوي؟ أنا أخذ سيارة مع رورا هاي السوبر ماركت هاي تلاين سو أوفيا بعد أيباد بعد تا توش بعد تا عن السوبر ماركت. أوه كل حد تشتري بهدول اليورا؟ نشتري سيارة. مشان أقول لك إنه هاي اليورا بدها تروح على السوبر ماركت تحطها بالسيارة وتشغلها. لا بس شكلها في شغلات تانية بدها تعملها فيها. لا هي هيك قصدها بس عم تلف وبتدور على القصة. طيب ميلا نشتري فيها سيارة كبيرة إلك؟ بعد أشتري خروج بعد أشتري كلين تبغى كذا بعد خروج. أول شيء نروح على السوبر ماركت على هاي الصغيرة نلعب فيها. خليني القنوع خليني اللي أنا بيقتنع. ما بدها سيارة حقيقية المخلوقة بدها تلعب خلاص. حاليا تفكيرها كله بإنه تروح تحط هدول بالسيارة الصغيرة. تعي نروح. شو هالألوان الحلوة بيرلا؟ ألوان الربيع. شو لابسة؟ أو ماي. شو في ماي بيرلا؟ أنا كمان ماي. ميلا كمان ماي. كم جيب عندك؟ كم جيب؟ أخت راسنا ونص وبتعرف تختار شو بدها تتفرج. أختها بتختار عنا ما في داعي. لا هي تحدي رسمية بيرلا هي يورو؟ يورو. يورو. أول شي تعي ماما أوكي؟ أوكي. يلا تعي. رولا خدي هدية لنا. هذا جبته من يومين عملت فيه مقلب برولا شفتوه يمكن فيديو قصير. هو لعبه مقرف ايوه شوفوا كل ما شافته ايوه شبك رولا هذا مو حقيقي طولي بالك والله شكله كثير مقرف كثير منولع عينه هذا شوفوا قديش كيوت والله كيوت بتمشى بالبيت هيك كنس لك الارض بينظفها يعني كيوت لا وكل شوي بيطالع لي يعني جد هو لعبة مقرف بكره الصراصير انا والله حلوه الحمد لله انه بولندا ما في كثير صراصير مين بكره الصراصير قدروا لك اكتبوا لنا يا جماعه مين في... ما في ما في قدروا له ما في مين ما بكرههم كل البنات بكرهوا الصراصير اوكي قبل ما نكمل الفيديو فاصل اعلاني صغير وسريع سو شي ان حابب يخبركم انه صار عنده ماركات معينه بتناسب اذواقكم رح يطلعوا هون عندكم كل الماركات الهدف منا انه شو ما كان ذوقكم بالحياه حتسهل لكم حياتكم بحيث تلاقوا دوما الملابس اللي بتناسب ذوقكم عندكم ماركة اسمها شي ان بيلا هاي الماركة مختصة بالفساتين تبع الحفلات عم تمزحي والله هيك الماركة مختصة يعني المهم هاي الماركة اذا انتم عندكم مناسبة وعم بتدوروا على فستان بس بتكتبوا شي ان بيلا فبيطلع لكم اشكال الوان من الفساتين مثلا عندكم هذا الفستان الجميل اللي انا حبيته لانه من الفساتين اللي بتلبق على كل المناسبات كمان عندكم ماركة دازي اللي انا كثير بحبها ليش لانه مختصة بالملابس الكورية وانا ليش بحبهم لانه بيجوا هيك ستايلون اوفر سايز وكيوت واليوم حسام لابس من ماركة دازي هاي البيجامات كثير حلوه حسام وظريفه حبيتها رولا ذوقك حلو الماركه بعد اللي هلا اكيد الكل رح يحتاجها للصيف هي شي ام فاكي واللي اختصار فاكيشن يعني للصيف والله فكل الناس هلا بقول عم بتدور على فساتين واشياء للصيف فطلبت من عندهم هاي البلوزه يلي بتحسوها هيك عن جد هيك ستايل فاكيشن من الماركات كمان اللي لفتوا نظري هن شي ان فرنشي بتكون مختصه بالازياء الاوروبيه اكثر يعني اللي بتحسوا ستايلها هيك انه اوروبي اكثر واخر براند رح احكي عنه لانه ما حلحق احكي عن الكل هي اسمها ايزد وير يعني ايزي وير ايزي لايف غنيه بتحسوا البراند شعاره هو الملابس العمليه والسريعه يعني اذا انتم هيك ذوقكم بتحبوا الاشياء العمليه الشغل على الطلعه مع الرفقات هيك كاجوال يعني هيك سريعه ففيكم تدوروا على هاي البراند هيك بتلاقوا اشياء بتناسب ذوقكم يعني انا مصدوم من كميه الماركات اللي جوا شي ان لها اول مره بعرف مفكر انه في وحده او تنتين بس كثير حلوين لا مفكرين شي ان برنامج واحد لا صار عنده صار بحر. في كثير بحر كل روابط القطع اللي عرضتها رولا هلا واكثر كمان موجودين كلهم بصندوق الوصف ولا تنسوا حنذكركم لاخر مره انه تستخدموا كود الخصم تبعنا اللي هو HR وشكرا كثير شيئا لانكم كنتوا جزء من هذا الفيديو وهلا رجعوا على الفيديو بسرعه كيفكم ان شاء الله تكونوا بالف خير ورجعنا لكم فيديو جديد واشتقنا لكم كثير كثير من زمان عن المقدمه اي والله والله صرنا زمان ولابسين مثل بعض شو هالتناسق هذا هو حسام بحب يقلدني دوما والله شفتها لابستهم قام طلعت قلت ليش يعني هذاك اليوم بشو قلدتني كمان باللون الاسود والاحمر شو بعرف لا ما بعرف كمان لبسنا شغله مثل بعض المهم يا جماعه كثير اشتقنا لكم شفنا هاي الفيديوهات اليوميات العفويه فاليوم ما في تحدي ما في شيء اليوم حتعيشوا معنا يوم كامل اليوم حنطلع عنا كم مشوار نقضيه حتقضوا نهار معنا فان شاء الله تحبوا الفيديو اذا انتم جداد لا تنسوا تشتركوا بالقناه وتفعلوا زر الجرس وتابعونا حساباتنا الانستغرام والسناب شات والتيك توك وشكرا وكله كل المنصات اللي بحبنا بتابعنا بكل مكان شو بتشوفوا بصندوق الوصف شوفوا انتم زبطوا اموركم جاهزين واحد اثنين ثلاثة Let's go Let's go Let's go Let's go
تعلم. Let's go. ميلا مين عمل هاي؟ انت ولا بيرلا؟ انا. طب شو بدنا نعرف اذا انت ولا بيرلا؟ هون مكتوب بيرلا. شوفوا هون مكتوب بيرلا اللي عملتها، وميلا مصرة انه هي اللي عملتها. هن لانه بالروضة كلهم بيبعثوا لنا لوحات انه عملوها ميلا وبيرلا، بقى هي كانت بشنطة بيرلا، بس ما عم نعرف مين اللي عملها، كل واحد عم بيقول انا. فحلوها ميلا قولي الصدق. صدق. لا الصدق قولي. صدق. طيب خلص صدقتك. رأيت الأطفال الصدق. بيرلا قولي الصدق بيرلا. ايوه بيرلا كثير غنية، ورجيني قد ايه معك؟ شد هاي 20 سنت واو. على فكرة بيرلا ما بصير حدا يدير لها غلط ابدا، بتصير بتعصب وبتبهدل، بتصير انسان ثاني، انسان ثاني وما بتفهموا عليها شيء، بس هيك طلعت بتحكي. ميلا كثير عندها فلوس، هلا نروح نصرفهم كلهم، وان شاء الله قالت امك انه ما حنصرف اكثر من هيك، يعني نصرف بما مجموعه 2 يورو. اوكي؟ والله لا عم تحلم هي. بتعرفوا هي 2 يورو بتحطها بنزين لراس الحارة يعني. اليوم نزل الراتب، ان شاء الله يومين اليومين وبيكون طاير يعني، ما تاكلون. يعني شو قصدك؟ ما قلت شيء والله حبابة. شو قصدك يعني؟ شو قصدك؟ شيل هي من ايدك. خلص خلص لعيونك اشتري. نحن عم نقول لك خدنا على شيء باريس، على شيء محل سياحي. بدك نروح على باريس ولا السوبر ماركت؟ سوبر ماركت. يا سلام عليكي، طيب بدك نروح على لندن ولا سوبر ماركت؟ يا سلام يا سلام. لأنه هونيك في لعبة بتحبها يعني ما فرحانة عليك هي. يا ريت يا ريت تتعظوا. You told me more than once to show you my intention. My brain gets blocked at times but now. اوكي بعد ما طلعنا وخلصنا وحنمشي نسينا شيء، لازم لازم رولا نزلت تجيب شنطاية البنات على الخفيف بس هيك. رولا عندها بس المهم يكون في ثلج طوله نص متر تقول ما في برد، الجو المهم يكون هيك صحو وما في مطر معناتها الجو حلو. شوفوا قديش الحراره، لحظه شوفوا سبعة ايه مثل سوريا يعني. لك برد بوز. البيرلا بدها تشيل هي هي الشنطاي، عم تبكي بدها تشيلها، يلا شيليها. اي والله في عزم، ما في عزم. يلا يلا. انت ليش معصبه؟ اللي صار انه هلا فاقت من النوم، نامت بالسياره كالعاده. لا صعبه. للأمانة أنا جبت حلويات لبعد الغداء، تورطت وأكلتهم قبل الغداء. شايفة الحلويات صايرة قبل الغداء. أنا وبيرلا بصراحة جعنا، فبلا غداء بلا بطيخ. بيرلا في صبي هناك عند الألعاب بده يلعب معها قصبا عنا، وهي ما موافقة أبدا، عم يجرها هيك إنه تعي لعبي، وهي عم تقول لها لا لا هيك. تركت تركت الألعاب كلها. تركت الألعاب وإجت. لا نحن بندور وبناخذ على مطاعم فيها ألعاب، ولو بالأخير بيقعدوا. ما عاد أخذهم على مطاعم فيها ألعاب. لا تطربوا حلويات قبل الغداء. فيه تفاح وموز، روح نضبط. ها يعني مفيد قصدك. احسن من البرجر. يلا يا جماعه نحن حناكل، حتكملوا المشوار معنا، بس انا كثير جعت بصراحه والمنظر. اوكي يا جماعه هلا خلصنا، بس لما تشوفوا الجو كثير غريب اليوم، شوي شمس شوي مطر، لازم هون الواحد دوما معه شمسيته. وبهالمناسبه السعيده يعني بما انه هيك الجو رطوبه شعري هيك صاير حجمه. اي والله. فما بعرف افرح ولا ازعل، صار في فوليوم طبيعي هيك حجم. شو عم تاكلي؟ دونات. قديش بتحبوا؟ بتتذكري ايمتى عملنا دونات اخر مرة؟ عيد ميلادك صح؟ عملت لك حفلة دونات وجبنا هيك كثير دونات. شوفوا هاي العلبة بتجي فيها كذا لون، بس تختار الزهري منها دوما. الله يستر مع ابوك يا بيرلا تكبر وتصير كمان بدها زهري، بصير بتقاتل. انا خلص في بدها شوكولاتة اوكي؟ يوم يوم الاكل، يوم يوم الاكل. نازلين اكل بس. هاد اللي شافوه مننا بفيديو اليوم، بس عبارة عن فيديو اكل. لسه ما بلشنا فيه كمان، طولوا بالكم. لسه استنوا طولوا بالكم، بدنا نعمل كب كيك لسه جبنا العدة. انا ما بعرف شو فقدت الصحن يا بنتي، شو فقدت الصحن لسه جديد لسه اكل، صمد، بنحط صمدية. بيرلا الشاطرة، شوفي بيرلا ما بتخاف. تخاف؟ ايوه. وحطي بالارض بيرلا. ايوه طيب الارض، هي اللعبة اللي ما عم ملوا منها، شو عجبهم فيها ما بعرف.
كل الالعاب اللي جبت لهم اياها الا هاللعبه ما عملوا منها. المهم كنت عم احكيكم على السناب شات انه كنا بالسوبر ماركت، ميلا طلبت هونيك كب كيك فقلت لها انه بنعمل بالبيت، وبعد ما رجعنا على البيت طلع ما في بيض. قام حسام قعد هيك يعمل حركات انه مالي خلق وشلون بتنسي ما بعرف ايش، وهلا بكل سرور قال طلع بده يجيب. ليش؟ لانه انا مشتهي عليه، هو بحب اكلات الحلو كثير يعني. فشايفين التمثيليات يعني مو دوما وقت الرجال بيقول لكم مالي خلق اطلع بيكون ماله خلق. بلا كل ما بجيبها بدي اعمل معها شيء بتفكر عم نلعب يس اور نو. شوفوا محل لعب يس اور نو. طيب يلا يس اور نو. خلص اوكي احلى اكله الك. اه صحيح نسينا نقلكم، حرام ميلا كانت هي حابه تعمل معنا بس نامت على الصوفايا لبين ما اجى حسام. هلا بدنا نقول يعطيك العافيه لبيرلا لانه اليوم حنخلي بيرلا هي تساعدنا بما انه سهرانه معنا اليوم. نحط من كل لون وحده كاكو. الا عم تقول لها ثانك او يعني بالهولندي شكرا. شكرا يعني ايش شكرا ما بعرف. ما عليك. اصفر هي اصفر. اصفر بيك. وين بيك؟ جاهزة؟ نعم. واحد اثنين. ها شمر الشيف على ايديك. دخلي الحرب دخلي الحرب. لا يا جماعة نحط للبيض زبدة. هو انا ضاعفت الكمية جايبة علبتين فمشان هيك رح يكون في اصبعتين زبدة. ما شاء الله هلا بنكتشف انه في عنا شيف بيرلا طلعت بتحب هالقصص. شو مهتمة؟ واحد بدو ايه؟ بلشنا ندوق. هلا مع فقرة تحريك كل شوي فقرة جديدة مع فقرة جبان العيد. شو رأيك يا شيف نزيد له حليب؟ هلا عم قلها لرولا نقصت كثير مكونات، وين البيكنج باودر فانيلا قصص هيك بس؟ عم تقلي هاد جاهز شو بك؟ جبنا ايه هذا جاهز. ما دام في هيك اختراعات سهلة، أنا من زمان وين إيه عنك؟ مشكلته لهذا الجاهز انه ما دوما طعمته بتطلع طيبة، والا هو بيسهل الحياة. هو شغل الايد طبعا اطيب إيه واظبط، بس يعني على السريع على بكرة برمضان لازم نستعجل، عرفتي؟ في كثير كثير كميات رمضان لنا. رمضان الكيك يعني رمضان مانو شهر الكيك. 30 يوم رولا، الا ما يجي دور للكيك. يعني كنافة وقطايف وشعيبيات وهيك. لك اخر الايام بيجي وقت الكيك. ما عندك مشكلة، بده هو المهم يأمن على كل شيء. طبعا. يامي يامي لسه ما دقتي. وين ضل بيرلا؟ وين ضل ما حطينا؟ وين احط لازم؟ هاي ما حطينا. يامي 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 يامي. بتلحس اصبعتها وهي فاضية، الله وكيلكم يا جماعة ما فيها شيء يعني ما مدت ايدها. بيرلا ناخذها على الفرن؟ يا ليتس جو رولا تعجلي لنا فيه الله يرضى. يلا روح روح على الفرن. بس مين بده يزينه هلا بس يطلع؟ بيرلا حتساعدنا اكيد. فكرت بالموضوع. على فكرة من كتر العبطة كنت ناوية زين الوجبة القديمة ونسيت. شفتوا بحياتكم شيف بياكل لقمة وبيحط لقمة؟ بياكل ثلاث لقم وبيحط لقمة. أنا شايفة بعد زين. خلص تركنا التزيين. بلا حطي بلا بطيخ. أيوه 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 هيك ما اتفقنا. هيك ما اتفقنا قبل النوم ناكل كل هالقد. الفكرة انتظرونا بس تكبر بيرلا كم سنة. انتظرونا بالفيديو الجاي. فكرت خلص سكرنا اليوم نهينا. بس تكبر بنرجع لكم بوصفات مع بيرلا. هلا وقفنا الشغل. باي كب كيك تروح على الفرن. اوكي يا جماعة هلا طلعوا من الفرن كثير اشتهينا عليها نكتر عبيت البيت. هلا بقى حنزين هدوليك اللي ما حطينا لهم شوكولا. يلا انا وبيرلا حنزين. غرق البيت. بدي اتحكم. نفس
هالشيف بياكل كل شيء. على فكره يا جماعه هاي ما بتنفع للتزيين لانه فورا بتسيح، شوفوا فورا نزلت وصارت مي، بس نحن حبينا نحطها لانه طعمتها طيبه يعني. طيبه فعلا؟ يم 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 يم. ممتازه كثير كثير طيبه. طيبه صح؟ اي والله قلبوا هيك فلافي فلافي كثير هيك والله. اوه ايه قلبها اطرى من الجاهزه، عرفتي كيف؟ كثير كثير طبيعي. هاي بيرلا عملت لك اياها طبعا بدها تطلع طيبه. ايديك يا بيرلا شوفي. انا بعطي بيرلا 500 من 10 خلص. هي حتستلمنا الطبخات من هلا. هي حركت وهي خلطت وهي زينت. انتظروا برنامج بيرلا برمضان يا جماعه. هي حتلف ورق العنب حتسوي دجاج. جبتها جبتها خلص. في برنامج بيرلا برمضان. هي الاصبع صاير فيها كثير شغلات. عم بدوقك اياها طريه طريه. اوكي يا جماعه سو هذا كان كل شيء لفيديو اليوم. حبينا هيك ناخذكم بنهار كامل معنا، ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو. وكثير كنا حابين هيك نصور لكم يوم من يومياتنا لانه وصلنا زمان. واذا حبيتوا الفيديو لا تنسوا توصلوا ل 30,000 لايك وقناتنا، تابعونا على حسابنا الانستغرام والسناب شات. اكتبوا لنا رايكم بوصفه بيرلا، تخليها تصير هي تعمل لنا الطبخات من هون رايح ولا لا؟ وهلا صار لازم نودعكم ونقلكم بنحبكم كثير. باي.